في تصريح جد خطير لحارس نجم بن عكنون محمد الأمين زماموش، والذي يتحدث عن بيع المقابلات. نستمع إلى هذا التصريح وبعدها نعود لنعقب عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. إذن كما استمعتم إخواني إلى هذا التصريح الخطير من حارس دولي سابق ومن لاعب نجم بن عكنون حاليا، أين يتحدث عن بيع وشراء المباريات وأمام الصحافة وأمام اللاعبين وأمام رجال الأمن. هذا التصريح الغير مسؤول الذي قام به هذا اللاعب من المفروض أن يتم معاقبة عليه أشد العقوبة وأن يتم فتح تحقيق في مثل هذا الأمر. كيف للاعب دولي سابق أن يدلي بهكذا تصريحات وأمام الملأ؟ هذا ما يجعلنا نتأكد على أن بيع وشراء المقابلات أصبح علنا، والجميع أصبح يعلم ما هي المقابلة المرتبة والمقابلة الغير مرتبة. فهل ستتدخل الاتحادية الجزائرية والرابطة المحترفة لكرة القدم من أجل معاقبة هذا اللاعب، أم أن اللاعب هو محمي من رئيس الرابطة أو المكلف بتسيير الرابطة الحالي وهو رئيس نجم بن عكنون؟ هنا المفارقات الكبيرة في كرة القدم الجزائرية وفي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. حقيقة تصريحات صبيانية وغير رياضية يجب أن يتم معاقبته عليها أشد العقاب، لأن هذه الأمور ستؤدي إلى انفلات جماهيري كبير بسبب مثل هذه التصريحات. في الأخير إخواني، قبل أن أختم الفيديو أتمنى أن أسمع آرائكم وتعليقاتكم حول ما سمعتموه عن تصريحات اللاعب الدولي ولاعب نجم بن عكنون حاليا محمد الأمين زماموش.